أي. حتى الناس شويه ترتاح، ملت من السياسه والحكي، أي. يعني سوى الفيلم قصه شويه تفيدهم. أي. تتذكر انت عندما طرح ابو الخبزه وصار شعار ابو الخبزه راح يرجع، مو تتذكر؟ وانه المالك. دوله القانون ترشح المالكي. أي. نعم نعم اي ما نخجل، لا طرح بهذا العنوان أي. ابو الخبزه رجع، مو صحيح؟ ها؟ اي واحده من السيدات النائبات قالتها. اي عاليه نصيف بس يعني ليش تستاهل؟ طلعت قالت ابو الخبزه راح يرجع. ابو ما رجع. هسه ما ادري ابو الخبزه المن، لا بعد هي القصه، بعد بها شويه ما منتهي. اي اكو اطراف من ضمن هالكاظمين كانت ترى في ترشح المالكي انهاء لوضعها السياسي. زين. عرفت كيف؟ فاتفقوا على هاي الحركه. طبعا هي التسريبات 95% صحيحه، يعني ما يحتاج لها نقاش صحيح على مصحيح، هذا المالكي وهذا صوته وهو قوله. تعرف كيف؟ تعرف صوت هاي الحركة؟ الحركة أزاحت يعني نزلت هذا الجيش العالي، ماكو أنه المالكي مرشح لدورة ولاية ثالثة ما أعرف إيش، نزل إلى المستوى الأدنى وأعطى ذريعة لخصومة داخل الإطار، وتحديدا أنا أقول لك البدر جماعة الحكيم العبادي ما راغبين، بس ما عندهم قوة، المالكي يمتلك عدديا أكثر من عندهم، واضح كيف؟ واضح. فطام ذريعه فعقدوا اجتماع قالوا لا ببطل ابو اسراء، بطل قالوا لا انا بطل ارشح السوداني، هكذا تمت العمليه. اذا اخراج هذا المسلسل اللي على اساس الكاظمي يستفاد من عنده ما نجح ب 100%، نجح بس شغله واحده انه وخر المالكي. طبعا وبنفس الوقت الصدر ايضا رحب بهذه الخطوه لانه كان ما مرتاح انه المالكي يرجع، اذا يرجع المالكي انا قايل لك اياها قبل سنه، قايل لك يصفيه. واي واحد عندهم يستلم السلطه واحد يصفي الاخر، الصدر استلم يصفي وهذا المالك استلم يصفي. هذه ما يتعلق بطبيعه الكاظمي وحكومته وطبيعه التكليف السوداني، حتى لا الناس تعلق امال كثيره. ها ولانها اولا شوف الميليشيات هي قاعده في هاي الحكومه، واحد، اثنين الخاسرين بس بالديمقراطيه مال العراق، الخاسرين هم اللي راح يشكلوا الحكومه. طبعا السبب سبب السيد الصدر، نعم هو اللي اعطاهم المناصب المقاعد. ثلاثه الحقيقه من اين سوف يبدا السوداني؟ قل لي اياها هسه، قل لي حط البرايورتيز مالته الاولويات، يبدا بملف فساد؟ هاي استحاله، لانه الفاسدين مو ناس صغار وموظفين ياخذوا رشوه هنا وهنا. اخرها هاي قضيه ال 2.7 المليارين و7 بالعشره الضرائب، ما تخدمه.